نتكلم مشاهدينا عن شيء مميز يميز المطابخ الخليجية، وهي التوابل والبهارات. تتشابه بعضها أو استخداماتها ومسمياتها في بعض الأطباق، لكن سر التوابل يكمن في طريقة إعدادها وأيضا استخداماتها. بنتعرف أكثر مشاهدينا على التوابل أو البهارات مع الوالدة مريم سعيد سالم، رئيسة الأنشطة والفعاليات في جمعية شمال رأس الخيمة. صباح الخير أمي مريم. صباحكم الله بالنور والسرور يا مرحبا بكم، حياكم الله. صباح الخير صباحكم. أنا أقول الله يحييك. شو الريحة الحلوة اليوم يا بنت؟ بهارات حلوة وروائح حلوة. خبرينا أمي مريم، قبل ما وين كنا نجيب التوابل والبهارات حق طبخاتنا؟ قبل التوابل والبهارات يبونها كلها ولا من الهند ولا من ايران، تجاره ترهب. نعم. يبونها تطيح في الاسواق عاد سوق الجديد. هي. حلو. عندش اليشن، عندش الفلفل، عندش الجرفه، عندش اليليلان والسنوت واليليلان. اليليلان نوعين، نوع حبت وصمه نعيمه وشوي متين وشبه. هي. حلو. نعم. وشو البهارات الثانيه؟ طبعا اول شيء في البدايه قبل ما كان عندهم بهارات ملح، صح؟ اول شيء بدأوا في الملح الطبخ ولا لا؟ زمان اول؟ لا لا ما شاء الله من قبل، من سنين عندهم البهارات. هي من سنين الحمد لله عندهم. بس يعني كانوا يبون على مراحل، قام على مراحل. صحيح. نعم. على مراحل. شو كان اول شيء البهارات قبل؟ طالت عمرك البهارات ما شاء، غير اليليلان قلت لك والسنوت واليشن والكركم، هذا شيء اساسي قبل. كركم اساسي في كل شيء. نعم نعم، ما يحلى الاكل بدون الكركم. اي والله صح. هي. وعقب بعد شوي شوي قاموا يزرعونه. شوف هذا مال برا، الفلفل هذا الجراز هذا. اما هذا القرون يلا زرعتنا ارواحنا ما شاء الله. فضواحينا وضواحي يرانا يزرعونه ما شاء الله. حلو. فنوعين حتى من الفلفل. ايه القرون. نعم القرون هذا مال زرعتنا ارواحنا. حلو. امي هذا شو هذا؟ هذا هذا اللي احذال الكركم اللي كنا ورق هذا. هذا يشن. هذا يشن. هذا يسمونه يشن، يحطونه في الابزار. حد يحطيه وحد ما يحطيه. انا قبل يلا احطيه، الحين بين 3 سنوات 4 سنوات ما احط ليشن. هو يعطيه نوع خفي ينقسر وينظف. طالت عمارك مره. وكذلك بعد السنوت واليليان والش اسمه والفلفل الاسود، اللي بيحطي فلفل اسود يحطي فلفل اسود، واللي ما يحطي فلفل اسود يكتفي بس بالدراز والسنوت واليليان والجرف والكركم. يا سلام. حتى الكركم يروح الضوء. ما روحت الكركم الضوء ضربه ايش اسمه ضربته من الطيبه تختار. أبوي مريم، نتكلم عن الأكلات قبل واستخدامات البهارات فيها. يعني إحنا عندنا يمكن أكلاتنا الرئيسية تعتمد أساساً على العيش. هي. تمام. شو اللي فرق بهارات مثلاً لو تكلمنا عن المجبوس والبرياني؟ شو الفرق بين بهارات المجبوس؟ الأبزار العربي. هي. لكل شيء. للبرياني، للمجبوس، للحدرة. أقولتكم إحنا نسموه مجبوس فوق، إحنا نسموه لجميع الأودام. الابزار العربي. هي. اما الحين عاد ما شاء الله سووا حق السمك روحه، صح، سووا حق البرياني الدياي بروحه، سووا حق المشواي بروحه. انا ماشي هذا واحد. شو الاساسيات من غير الابزار العربي؟ شو الاساسيات مثلا في المجبوس؟ شو اهم شيء نحط من غير الابزار؟ يحط اللوم اليابسه، يحط الدق الثوم، يحط الكسبره، يحط الفلفل البارد، يحط القرن الفلفل الحار، وينشاط وينحمس. صح. تطلع الريحه نوخه نوخه غاوي فيه. يا سلام. هي. وبالنسبة حق البرياني أمي؟ والبرياني بعد كذلك البرياني تسوين الحمس روحه. تسوين قلب، بغيت الدياي تقلينه ولا تفورينه قبل. أنا شو اسمه أملحه قبل وأحطي له الكركم والملح وأخليه أخلافه قلي شوي، تقلي خفيف ما بتقلي لأني بس. يتقلى خفيف وحمستي، سويتي الحمس وحطيتي عاد الزعفران وحطيتي الماورد وحطيتي حنيتش الصبغة. إنزين لكن عقب الماورد والزعفران ما شيء. هو ختامها يعني. أكيد حق البرياني هذا. صح. بس أمي البهارات الدم المجبوس يكون أحمر شوية، يحطون فيه صلصة طماط أكثر. الليبا. هي. والبرياني دائما يكون فاتح يعني. لا شوف الليبا أقول لك، حتى أنا البرياني حط فيه خاشقة صلصل، حتى البرياني حط فيه بس ما تكثرين، ما بشرة صالونة هاي حطي فيها صلصل. أما شو اسمه البرياني طشونه جليل. والله ذكرت صالونة السمك مع اللوم اليابس الأسود. خص يوم صالونة العربية هاي أتيش خفيفة. الأوليين يسوي لش البصل بس والبزار واللوم اليابس، ويوم تطبخ الصالونة عقب فيها روس بصل. الله. وشو تطلع لك؟ أنا جيت يا جماعة، أنا بروح عادي أتغدى حين شيء وقت ولا؟ أمي خبرينا عن الآتشار. يعني الآتشار إحنا ما في صفرة خليجية ما تخلى من الآتشار. أنواع الآتشار المختلفة، يعني يمكن دول الخليج كلنا عندنا الآتشار أساسي، سواء كان مثلا مسميات مختلفة في مثلا في الكويت والبحرين يسمونه المعبوج أو الآتشار. خبرينا كيف كنت تسوون الآتشار؟ الآتشار طالت عمرش ماما قلتي ما يخلى بيت ما في آتشار. صح. إنزين أخذ كان السمك مشواي ولا الله. ناشف ولا حدرة زين ولا مجبوس. هذا عندش طالت عمرش آتشار. آتشار شو؟ الليمون ولا البصل.
بالبصل. هذا اشهر البصل. هي. وعندش اشهر الهمبة. هو اشهرهم يعني. الاشهر همبة وليمون. همبة ليمون. هي الهمبة والليمون وش اسمه الهمبة واللومي والبصل. والبصل. يخلطونهم مع بعض ولا كل واحد؟ لا 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 البصل روحه. روح هذاك المشكل هي. هي. البصل طالت عماركم روحه. هي. واللومي روحه. والهمبة روحه. روحه. هي. اللي بسوي همبه روحه ولا يسوي مشكل بعد زين الهمبه يا بولش المقير الهمبه العربي زين وقطعوه طالت عمرش الهمبه وملحوه حطوه في مكان ان يسمي يحمض ولا شيء في مكان بارد زين ويوم اليوم الثاني عاد سوت الخلطات اللي سوتها حطت لليلان حطت للسنون هذا حطت للفلفل الحار ها وحطت للحب السوداء هذا كله شو ينقلى بس الحب السوداء ما تنقلى الحب السوداء ما تروح الضوء اوكي الحب السوداء ما تروح الضوء تحطه بروحه كذا اما السنوت والليلان والفلفل الدراز ان بغيت تروح الضوء بعد اروح الضوء نعم. من كل مره روحت الضوء احلى جميل هي. جميل المهم بنتكلم عن الابزار والابزار معروفين نحن بالابزار وما شاء الله ربات البيوت نعم. امهاتنا كانوا يسوونه يعني في نعم. البيت يخلطون نعم نسويه طالت عمرك الله يطول عمر من علمنا انا اقول نعم. امهاتنا هذا ابزاري انا يا سلام شوفه شو تحبون في الابزار امي امس حد كان يسال شو مكونات الابزار ولا هي خلطه سريه امي ما تنقال هذه خلطه سريه عندش اليليلان والسنوت والجرفه والكركم واقول شو اللي يبي يحط يشن وفلفل اسود انا الفلفل الاسود واليشن ما احطيه هي انزين بس احطي هالمكونات كلها هي عقب ما ينغسل ويحفف وينظف تقلين على ضوء هاديه حتى ما يحترق عقب تنخلينه نظفناه عن الشوابع اقول لكم ترى حره اقول هي سبحان الله انزين ودينا امي المطحنه والكركم وياه انزين الكركم عروق والكركم لازم تروح الضوء ووديناه انا هذا تشوفون هذا حق كل شيء كان برياني ولا سمك ولا اقول لكم مكبوس مودم ولا عيش ولحم ولا حشوه كله من هذا هذا بزاري روحي ما شاء الله حلو ما شاء الله ما شاء الله بهارات مختلفة كانت ولا زالت غنية في مطبخنا وعندش الدقوس الحين ما شاء الله وعندش شو اسمه الفلفل وعندش الدقوس اليزر وعندنا الخل هذا الخل أساسي إذن نحن من سنين تقبضين اللومي طالت عمرك تشرخينه وش اسمه وملحتي وخليتي ويوم عقب عصرتي وحطوه في الغرشة هاي هذا الخل دواء لكل شيء ويوم من سنين علقته في السدرة ولا في اللوزة ما اربطوه يعلقونه حطونه في الشمس وعقب علقوه كم يوم يحتاجوه لصبوا له في فنيان يا سلام وشربوه يا سلام جزاك الله خير ام مريم على هذه المعلومات القيمة وشكرا الاستديو راحت ما شاء الله بزار الله يعطيك الصحة والعافية ما قصرنا الله يحفظكم ماي الله يسلمك الله خير بارك الله فيك يا رب يحفظك يا رب ان شاء الله نشكر مشاهدينا الوالدة مريم سعيد سالم رئيسة الأنشطة والفعاليات في جمعية شمل في رأس الخيمة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة لنا طبعا وصلنا لختام جميع فقرات صباح الشارقة لهذا الصباح نتمنى يا رب قدمنا المعلومة المفيدة ونشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي من الطريق ومن فريق العمل مع السلامة مشان نلقاكم على خير في حلقة جديدة من صباح الشارقة مع السلامة